بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا قوي عشان كده احنا ضعاف، ربنا غني عشان كده احنا فقراء، ربنا حي وباقي عشان كده احنا هنموت وفانين. اللي خلقنا عارف فينا الصفات دي، عشان كده لما نزل الدين ووصفه بالكمال راعى فيه المعاني البشرية دي، ان احنا ضعفة وان احنا فقراء وان احنا فانين وهننتقل من دار الى دار. فكان الدين باليسر اللي ربنا نص عليه، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. لكن لازم نعرف ان الخطاب الديني يجب انه يتوافق مع هذا المقصد الالهي في الدين اللي نزل من السماء للإنسان الضعيف، يكون بتعدد أوجه، يكون بالوجه اللي يتناسب مع بشرية الإنسان، ما يكونش بالوجه اللي فيه تغالي. بس لازم نعرف إن أكتر الناس واعية وعارفة إن الدين الصح هو الدين السهل، لكن في أيضا طفرة. الطفرة دي بتحصل لبعض الناس، بيحبوا يتشددوا على أنفسهم وياريت يكتفوا بكده، لا ده عايزين يصدروا التشدد لغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طائفة من هؤلاء المتشددين وعلمنا إزاي نتعامل معاهم، علمنا إزاي نوجههم لمصلحتهم. في حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة إن سيدنا النبي كان بيواصل اليومين والثلاثة في الصيام، يعني ما كانش بياكل بعد المغرب، كان ممكن يخلي يومين أو ثلاث أيام وراء بعض من غير ما يأكل. فالناس أو بعض المتشددين قالوا ما نعمل زيه فواصلوا، فالنبي نهاهم عن الوصال، قال لهم لا أنتم لستم مثلي. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فواصلوا، فلما واصلوا واصل بهم اليومين والثلاثة كالمنكل بهم. فلما ظهر الهلال قال لو لم يظهر الهلال لزدتكم، كأنه يريد أن ينكل بهؤلاء المتشددين وبيقول لهم أنتوا بتحبوا التشدد، يلا وصلوا اثنين وثلاثة واربع أيام شوفوا نهايتكم هتوصل لفين، وهتلاقوا في النهاية أن أنتوا ضعاف، هتكتشفوا اللي احنا قلناه من بادئ الأمر أن الإنسان ضعيف. عشان كده وجدنا الفقهاء وضعوا أحكام فقهية كتيرة ممكن ناخد منها بعض الأمثلة عشان نقول لهؤلاء المتشددين يلا انتوا بتحبوا التشدد تعال تفضل. عندنا رأي فقهي قال به بعض الشافعية في وجه وبعض الحنابلة في قول عندهم إن الرجل يجب أن ينتقب مثل المرأة التي تنتقب، تغطي وشها والرجل برضو يغطي وشه، ولهم دليل. دليلهم إن ربنا زي ما أمر الرجال أمر النساء، قل للمؤمنة يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قالوا إذن المرأة زي الرجل والرجل يجب أن ينتقب. ده قول بعض فقهاء الشافعية، قول محترم في الفقه، وقول بعض الحنابلة قول محترم في الفقه. يلا يا متشددين ممكن تاخدوا بالرأي ده؟ إذا قلتوا لأ طب ليه؟ ده أنتوا بتحبوا التشدد. طيب نسيب لكم المسألة دي. ننتقل لمسألة تانية. انتوا عارفين قصر الصلاة في للمسافر ان يقصر الرباعية الى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء يصليهم ركعتين. ده أكثر الفقهاء قالوا قصر الصلاة سنة وعند الحنفية واجبة للمسافر، لكن في المطلق نعم في المطلق لأي مسافر، في المطلق طالما سفر مباح عند أكثر الفقهاء نعم، حتى ولو كان سفر معصية عند الحنفية والظهرية. قالوا إحنا ما بنشترطش نوع السفر إيه، طالما في سفر إذن في قصر. لكن جمهور الفقهاء بيقول لازم يكون السفر سفر مباح، وعند الحنابلة قالوا لازم يكون سفر طاعة.
ايه رأي حضراتكم ان ستنا عائشة قالت لا ما ينفعش ناخد قصر الصلاة الا للخائف، لكن واحد مسافر وآمن يكسر الصلاة؟ ربنا ما قالش كده. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقالت ستنا عائشة ربنا جعل قصر الصلاة للخائف، لكن غير الخائف لا يتم الصلاة. لو انتوا يا متشددين بتحبوا التشدد عندكم رأي ستنا عائشة، خدوا بهذا الرأي. كمان مثال آخر في الصوم، هو مش ربنا بيقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ طب إلى الليل فين؟ الليل أول المغرب ولا الليل إذا تبدت النجوم؟ إيه رأي حضراتكم إن جمهور الفقهاء بيقول إلى أول المغرب، زي ما عامة الناس بيفطروا فورا بمجرد ما يسمعوا المؤذن للمغرب يقول الله أكبر. لكن أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل قال لا، إن الفطر لا يجوز للصائم إلا إذا تبدت النجوم. تبدت النجوم يعني بدأت تظهر وتتشابك، يعني بعد على الأقل نصف ساعة من أذان المغرب. يا وانتوا يا متشددين بتحبوا الرأي متشدد، أمامكم رأي جميل أهو، يلا اتبعوه. شوفوا انتوا هتوصلوا لفين لو أخدتوا برأي متشدد، هتوصلوا لفين وهيتعاملوا إزاي في الحياة. نجيب مثال آخر برضو للمتشددين اللي بيحب التشدد، وبنقول له عندنا في الفقه آراء متشددة جميلة قوي ممكن نقدمها لك وعلى بركة الله، بس التزم بيها يا متشدد يا اللي انت عايز تصدر لنا التشدد. ايه رأيك في قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم؟ لما تروح تشتري شيء ولو كان طعام ولو أي غرض من الأغراض بتشتريها، ربنا بيقول وأشهدوا إذا تبايعتم. هو الأمر هنا للوجوب ولا الأمر للاستحباب؟ صحيح جمهور الفقهاء بيقول الأمر للاستحباب عند الحاجة، لكن عندك رأي قول عبد الله بن عمر وعندك قول أبي موسى الأشعري ومذهب الظاهرية قالوا لا ده ربنا أمر والأمر للوجوب. اوعى تشتري حاجة من غير ما اجيب اتنين شهود، لازم يكون معاك اتنين شهود. لو رحت اشتريت اي شيء اي غرض لازم يكون معاك اتنين شهود، ولا يبقى انت وقعت في معصية. يا متشدد اتفضل ادى رأيي بيقول لك اهو واشهدوا اذا تبايعتم، امر الوجوب ونفس. مثال اخر، هو انتوا بتعتبروا ان بيع التقسيط حلال 100%؟ لا والله، وجدنا قول الجصاص من أئمة الحنفية الكبار وله تفسير مشهور في أحكام القرآن للجصاص، وهذا الإمام العظيم قال إن بيع التقسيط بتمن أعلى من تمن الكاش حرام وربا. وقال به أيضا الشيخ الإمام الألباني الذي كان معاصرا في الزمن في منذ عقدين، قال إن بيع التقسيط حرام، وذهب إليه أيضا المذهب الإمامي. قالوا عندنا دليل رواه أبو داود في سنن بسنن صحيح عن أبي هريرة إن سيدنا النبي بيقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. اللي هيبيع بيعتين في بيعة هيبيع السلعة الواحدة بتمنين، تمن حال رخيص وتمن مؤجل بس غالي، قال فله أوكسهما أي الأقل وإلا كان ربا. أدى نص حديث وده قول فقهاء. ياللي بتقولوا بيع التقسيط حلال حلال، لا في رأي بيقول حرام، يلا تاخدوا بيه وتسيبوا بيع التقسيط للي شايفه انه هو حلال. كذلك
لو انتوا نظرتوا الى أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي هتلاقوا آراء متشددة ملهاش حصر. قولولي، هو أرباح البنوك الإسلامية حلال؟ ودائعك في البنوك الإسلامية اللي انت سبت الوديعة وخدت عليها ربح حلال دون أن تأخذ ودعتك؟ أكتر من 95% من الفقهاء قالوا حرام. حرام ليه؟ قالوا لأنك انت ما خدتش رأس مالك، لما تاخد رأس مالك ابقى خد ربحك، لكن يصح تاخد ربحك ورأس مالك لسه في ايد المتاجر او في ايد المضارب. 95% من الفقهاء قالوا ده حرام. انتوا عارفين قال حلال مين؟ اللي قال حلال رواية عن احمد والامام ابن تيمية. رواية عن احمد ما هيش مشهورة، ده المشهور مع الجمهور بالحرام، بس رواية اخرى عن احمد وقابل ابن تيمية بيقول يجوز بناء على التنضيد الحكمي. يعني ايه تنضيد حكمي؟ قال يعني احتساب مال الشركة بالورقة والقلم ونديك جزء من الارباح او الارباح كله بالحساب مش بالفعل. لكن جمهور الفقهاء استدل بحديث رواه البيهقي عن علي بن ابي طالب بيقول ان سيدنا رسول الله بيقول مثل التاجر كمثل المصلي لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل منه نافلته حتى يؤدي الفريضة. فانت يصح تاخد من الأرباح ورأس مالك لسه ما أخدتوش؟ جمهور الفقهاء بيقول لا يجوز. إذن انت لما بتحط فلوسك في البنوك الإسلامية وأخدت الربح وتحت عنوان بنوك إسلامية، لا ده انت أخدت الربح ورأس مالك لسه موجود هناك. 95% من الفقهاء بيقولوا حرام و5% تقريبا من الفقهاء بيقولوا حلال. انت خدت ليه بالرأي الضعيف يا متشدد؟ خد يلا بالرأي اللي بيقول حرام وخلي فلوسك في بيتك عشان تتسرق ولا عشان تصرفها ولا عشان لا تحسن ادخارها، وهتلاقي نفسك مضطر. وبعدين لو انت عرفت كده لازم ترحم نفسك وترحم غيرك، ولو ما كنتش هترحم نفسك وما يكونش في خير ليك لنفسك هيكون فيك خير للغير. لازم تتبع قول الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا. استفت قلبك، استفت نفسك، وإن أفتاك الناس أفتوك.